ستر بالمتر وعافية باللتر. بالنواب الإبداع ورجعنا نعدل الأوضاع. اقلبوا الشاشة واستمتعوا بالمشاهدة. يس وما زلنا مستمرين في سلسلة حاجات خشارية. اليوم راح نسوي لكم تحدي الوجبة المفتوحة. بسم الله نبدا. ليه يا حبيبي ايش اللي بسم الله؟ الواحد ايش راح ايش بياكل؟ ايش السعرات اللي حيدخلها في جسمه؟ اغير اشبك ندخل الحين في الدوريتوس. يس الخطوه الاولى جيب المقص والقص يطلع معاكم هذا المنظر. الخطوة الثانية نحط اللحم على الدوريتوس ونحط التونة على الدوريتوس. الخطوة الثالثة نحط الطماطم مع البصل في الدوريتوس. الخطوة الرابعة نحط الساور كريم على الدوريتوس. نحط الجبنة على الدوريتوس. الخطوة الخامسة نحط شوية فاصوليا نحط شوية ذرة. الخطوة الخامسة نحط قليل من الزيتون كفو. الخطوة السابعة نضيع القليل من الصوص. أحجن ونحط الشطة يا بطة. حبي حبي ملي قرق. بس 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 واخر خطوة تروج. يطلع معاكم هذا المنظر. واو شوف اللقمة كيف وربي الطعم حماس سبب التماس. والله وجبة متكاملة اللي ما يأكل منه من كثر سنه. هي صديق خلينا نقف في وجبتي. اتفضل. ما شاء الله تبارك الله يا جماعة الحين راح ادخل في الكتم كاندي. شوف كيف الحبة بابا هاي خلي في راسي يحلف. طيب هذا والله ما عجبني. معلش متابعيني ما عجب فيصل. ذوق طيب جربي. طعم شيبس بس ايش؟ بنكهة الكاندي. ذوق. هي ماما قلبزة. ها. خليها لي حبة. ايش تبغى؟ تبغاه ولا ما تبغاه؟ خلاص مسحني الطعم. الحين هو عجبك ولا ما عجبك؟ هو تحس طعمه هو فاضي ما في شيء ما في شيء. كأنه نكهة عصير. الحين نكهة الصين. يا رب يا ابوي خلينا ناكل الله يحمل والديك. اخر لقمه في الدوريتوس. بدخل الحين في الاندومي. بالبرتقال. الخطوه الاولى تجيب الدافور. ايش بكم يا ايش بك جايب ذا؟ في كل حلقه نجيبه. كل حلقه لازم تشبنا. ايوه حبيته خاص. طيب الخطوه الثانيه نحط القدر ونصب عليه المويه إلى آخر قطرة. الخطوة الثالثة نحط الأندومي. شوف الرغوة كيف؟ أرجل ما تقول ها ها كذا الأندومي استوى. ها أنا مرة جاكيت. أرجعلوه رافعه من الحلال. ونصف الأندومي. إلى آخر قطرة. خطوة الرابعة نحط الزبدية على الدافور. نقلب الاندومي في الزبدية. اقلب. خطوة خامسة نحط بهارات الاندومي بسرعة لا ينحرق. ابشر ابشر ابشر. حطينا كل البهارات. الخطوة السادسة نحط الصويا صوص. ونحط البصل ونحط الفلفل ونحط الزنجبيل. ونجيب القليل من مرقة الاندومي. ونقلب تقليب يطلع معاكم الاندومي بهذا الشكل. نجنبه على جنب ونجيب القطاعة ونقطع البرتقال. نقطع البرتقالة بالنص نفس الصوت. ونجيب صحن التقديم ونقلب فيه البرتقالة. نجيب اعواد الخشب ونغزها في البرتقال. رس. ونجيب الشوكة ونعشقها في الأعواد زي كذا. تأكد إنها ثابتة بهذا المنظر. ونجيب الأندومي ونغرق.
نضع الاندومي برفق. كذا يكون الاندومي جاهز. طيب ممكن سؤال؟ تفضل. ايش الحكمه من الشوكه المعلقه؟ هذا يعني شو؟ هتعرف الدب. لا ما اعرف. الجو برزنتيشن، نوع من التقديم. يعني شو؟ الجو يعني كل مره تاكل الاندومي كذا كذا تاكل بطريقه جديده. نجرب هذا الاختراع. يا شيخ انت اكا والباقي في الدكه. ودينا على مكه. وديه. والله الشيء ذا يفوز. يلا يلا خش في الاندومي. ايش من جد بلا هبال. خش في الدش. بس كلوه سالم. شيبس الدوريتوس دن. بدخل الحين في بيتزا البيض بالبابروني. الخطوه الاولى تجيب الدافور. الخطوه الثانيه نحط المقلاه. الخطوه الثالثه نرش الزيت. الخطوه الرابعه نحط الببروني في المقلاه. نوزع الببروني بطريقه متوازيه ومتساويه ونحطها على النار. الخطوه الخامسه نحط الموزاريلا على الببروني. نرش عشوائي ونحط البيض قبل لا تنحرق الموزاريلا. نجيب زبدية ونكسر البيض. واحد اثنين ثلاثة أربعة ونقلب البيض. تقليب قلب. نصب البيض البيتزا إلى آخر قطرة. نضع القليل من الملح والقليل من بذور الكمون ورشة فلفل أسود. فلفلها. ونغطي البيض ونرخي النار. نرفع الغطاء ونحط خبزة تورتيلا ونرجع الغطاء. والله عيشة قاعد تشرب البيض. يا سلام. نفك الغطاء. واو. نوخر الدافور عشان بيسوي حركة خطيرة. ايش حتسوي؟ اقلبها في الهواء. جا جنبك اوادي. يا كريم. يا تصيب. يا تخيل. ولا تخيل. عندي حركة احسن. ان شاء الله لمياه. نحط الغطاء زي كذا. واحد اثنين ثلاثة. نفتح. ونستكشف. وراب في البيت. طبعا نهدها هنا عشان ايش تقمع. نعطيها بس من تحت. لا سامح. بعد ما بقبقت البيتزا نطفي النار نوخر الدافور ونجيب صينية التقديم ونقلب البيتزا. هذا ايزي يا عزيزي. بس كذا وتر يا عمي. شنو هناك يطلع معاكم البيتزا بهذا الشكل. نجيب قطعه البيتزا ونقطع. اوبا تاخذها رايح جاي. الحين على ايام زمان. ايام زمان كنا نسوي كذا عند جد نور في هذا الاله كذا. جدتك انت ولا جدتني؟ مين هي دي؟ مين جد نور؟ امي تستهبل. حانت اللحظه الحاسمه. لا ابو خالد اسحب 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 اسحب. من الدوني. وربي جباره والله كانها بيتزا. وربي بيتزا. اسحبوني هذا ماني قادر. طعم نال اعجابي وكشف حجابي. الضاحي جمال. ندخل الحين في الكيكه المحروقه. الخطوه الاولى نحط جبنه الفيلادلفيا نص كيلو. اوبا بالتمام والكمال. خذ الثانية. نحط 250 جرام سكر. 250 جرام. تحدى؟ أتحدى. هذه كم؟ هذه 1000. طيب نص كيلو. لا ما يضر ترى إذا زاد السكر. ما يضر. نجيب الخفاقة ونخفق. يا عيال كفرت السكر. كفرت السكر. إلين ما يذوب السكر. الخطوة اللي بعدها نحط الكريمة. صبي هلا. عبيله وديله ونفك. الخطوه اللي بعدها نجيب البيض ونرميه جوا الخليط. مين نفقش اول شيء. واحد اثنين ثلاثه اربعه نخفق البيض. ورب الريحه شهيه. الخطوه اللي بعدها نحط الفانيلا رشه خفيفه. نرجع الفانيلا ونجيب الدقيق نحط حوالي ملعقتين. واحد اثنين ثلاث اربعة. ابوي هي ريسيبي ثابت. نرجع الدقيق ونخفق الخليط. نجيب صينية ونفضي فيها الخليط. جوب نصب ونخلي الخليط ياخذ شكل الورق اللي في الصينية الى اخر. وندخل الصينية في الفرن. بيطلع الكيكه من الفرن بهذا الشكل. نفك الورده اللي عليها. يا قلبي.
يا الله عدام يا إلهي جد وردة جد نتعامل معاه بحنية نزينها ببودرة السكر رشرشني على خفيف كده دلعها دلع نجيب التوت ونزينها ايش عشوائي عشوائي حط توت كمان وبعد ما زيناها بالتوت نجيب القطاعة ونقطع الله شوف كيف تذوق ايوه اقسمني ايش تبغى يا عاش؟ قاعدين نساعدك سعراتي دي ساعدناك في التجهيز نرفع قلب الصغير لا يتحمل ايش تبغى؟ خيرية هذا ابو خالد هذه سعراتي انا شوفوا كيف القوام لا تقهرني وربي كيف الجنة لا هي كيك ولا هي كريم كراميل ولا تشيز كيك والله عيب يا اخي سعراتي والله دقيقة نقسم في الصحون بشوف اللب مالي كيف تذوب خليك تقهرني في لحظة قالت ما ابغى صحن انا ما احتاج صحن اصبر حق خالد الكبير اول القي نظره عزيزي المشاهد هذه التحفه الاثريه والله ما راح تاكل في حياتك شيء زي كذا شيء رهيب طريقه كرمله صح فوز تفوز من جد ايوه تفوز جد اخر وصله من هذا الاختراع الجبار تحط كل التوت والاشياء دي هنا كذا عدل يا مدير إذن اللي بعده يا عبدو حانت فقرة السرسحة الخطوة الأولى تجيب حلاوة الجلي وتخمش وتصب يا حبيبي يا كتكوتة يا عبي شوف هذه الطيحة الله حامضة حلوة الخطوة الثانية نزود جلي الخطوة الثالثة نجيب الرضاعة ونفك الغطاء ونصب الحليب كسر يا مدير هات كاسك ابو خالد قبل ما الحليب الازرق واخر خطوه نجيب الفنتو ونصب اسمع صوت الانتحاش عشان احس اني بيبي بحطها جنبك واخر خطوه ترضع يا مدير سرسحة يبغانا نزيد ابو خالد زيد عندي طبعا اصب عندي اول انا فاضي طيب بس زيد اول شيء جهز رضاعة البيبي البيبي الحين تدي بدخل الحين في الترم من شاورما وصوص نفتح ونستكشف والله بارد يا ولد هناك والله حار طلع سندوتش كذا تمسك السندوتش كذا تقسمه كذا كيف دخان بدخل الحين في تصبيرة لوزين مع جبنة كرفت وبطاطس العيدان الخطوة الأولى تجيب الدافور وتحط عليه قلاية ونجيب تصبيرة لوزين طلع الخبزة ونفتحها بالنص افتح نجيب بطاطس العيدان ونرش ونجيب جبنة الكرافت ونسكبها على البطاطس يا حبيبي ونرش الزيت على المقلاة ونجيب اللوزين ونحطه على الصاج يتشوح على خفيف نشوح الخبز ونقلب عيني على اللمعة والله لمعة نرفع ونحط في صحن التقديم نزينها بالموزاريلا ونذوب الموزاريلا على اللوزين واخر خطوة تقطم يا مدير الجبنة كده مع الشيبس تدغدغ هي صار هذا كده بجرب عضة بس عضة واحدة طيب ها اخر لقمة في هذا الاختراع جن الحمد لله بابا اقسم بالله نفسي بصراحة صحة تانية يعني مثلا زي عصيرات كذا مثلا صوص كذا تعالي بس نجيب العصير حيو حيو ما في جيو جايب لكم تحفزين فنية عصير ترنت لانكا روق المانجا ولا انا بعد اذنك باخذ الترنت ايوه احلى شيء في الترنت فكوا الغطا وبعد ما تفكوا الغطا تشبكوه المصاص
وتقلب تخلي اللي فوق تحت واللي تحت فوق. لازم يصير ايش؟ التمازج هذا حق الالوان والنكهات لين يتوحد اللون وتصير المزازة جوا المزازة. والله رهيب اقسم بالله يفوز. لا لا لا, لا. هذا ما ينفع بالمصاص. الله مسلم لازم سيده ما فيك دقيقه. جربوه لازم تشتروه عصير ترند من شاورما صوص. اخر لقمه في التيربو دن كفو. الله يقول الحمد لله لانه في بعض المتابعين يقولوا اولادنا صاروا يقولون دم يقولون الحمد لله. لا لا اساس بسم الله والحمد لله. بدخل الحين في كيكه السفن مع البيبسي. الخطوه الاولى نجيب فتاحه البيبسي ونكبسها ونبرم ابرم. فكها زي الناس الطبيعيين خلاص. لا 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 هذه وجبه خرافيه. كفو برم كذا يكون ايش فتحنا العلبه من صلبه. يا حبيبي شوفوا البيبسي كيف صار. تحولت العلبه الى كاسه. ايه ما حتسوي باكيت؟ اوه صح. طلع الغطاء ونفضي البيبسي من العلبه. راح نفضي مسحوق البيتك بكر في الزبديه. نحط 80 جرام زيت. ما تعرف تمسك؟ شوف كيف وريه. لا لا عندي اوريك الفن. لا 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 والله عندي. نحط 80 جرام زيت بيد واحده. الله الله ونرجع الزيت ونحط ثلاثة بيضات. الحمد لله. هنا ولا هنا؟ ثلاثة بيضات هنا ولا هنا؟ قلنا هنا ولا هنا؟ والله لا تاكل كيكة بحياتك ما اكلتها. ونحط قارورة موية ونجيب المضرب ونضرب. وبعد ما خفقنا الخليط نحط الزيت جوا القوارير رشه خفيفه. واخر خطوه نصب الخليط داخل العلبه. ولدي 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 ولدي. ندخلها على الفرن تطلع من الفرن بهذا الشكل. الحين نزينها بالكريمه. نزينها بالكريمه. يا الهي قلب الصغير لا يتحمل. برمه برمتين. اتعب على اللون. رش السكاكر على البيبسي وين زينها بالتوت. يا الهي حانت اللحظه الحاسمه. طوس. يا ويلي يا ويلي. يم 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 يم. وربي الكيكه جباره تخلي مخك طياره. انت كله زين كله زين حقك. هذه اللقمه فداكه والله اختراع يفوز. واو طعمه احلى من الكيك. لا والله الكيك احلى. اي والله. اخر لقمه في هذا الاختراع الرهيب. لقمه بدخل الحين اصابع البنانا. كفو بنانا بنانا. نجيب القطاعه نجيب الموز وندبح الموزه. شوف كيف شوف شوف. حرام عليك قبل نقشرها وناكلها. ونجيب اعواد الخشب ونغرس وين ونقشر الموز. واو يطلع معاكم بهذا الشكل. ونجيب اعواد البنانا ونغرزها في البينا بتر. يا حبيبي طلع حط في الصينيه. نغرز ونحط في الصينيه وندخلها الفريزر. تطلع من الفريزر بهذا الشكل. كيف اسمع الصوت. ونجيب النيوتيلا وناخذ اصبع البنانه ونغمس. كفو. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. ونجيب الوايت شوكليت ونغمس. دخل دخل الفريزر بسرعه. تطلع من الفريزر بهذا الشكل. نحط البنانه في صحن التقديم. واخر خطوه ترفع البنانه وتعض. ربي طعم يفكفك لك صواميل المخ. والله ما توقعت. ربي والله رهيب. هذا من يوم جاك عندي. بدخل الحين في مكرونة الكرافت. الخطوة الأولى افتح العلبة. نشيل بودرة الجبنة نصب الموية. دقيقة زود مكرونة يا حبيبي دبل تشيز مكرونة. اصبر ثلاثة حبات يا حبيبي عشان تطلع مضبوطة. ترابل ترابل ترابلها. نجيب الموية ونملي.
بنحطها في الميكرويف، تطلع من الميكرويف بهذا الشكل. دقيقة اطلع الجبنة، الجبنة اللي حتعطيها اللزازة المطلوبة. نقلب المكرونة تقليب يا ابو خالد، قلب يا ابو خالد كذا على خفيف على خفيف. عذار عذار هذه ما اقول لك حار بناره. لا تنسوا تعطونا احلى لايك وانشروا المقطع في كل مكان. سلام. أنت تستطيع. عارف من زمان جدي راسي مصدي عرقي ندي في التحدي ما حد قدي يشوفني مهدي لكن مني ما بتعدي أنا شغلي جدي حدك حدي لكن والله ما تعدي. أنت تستطيع.